رغم المجهودات التي تبذلها مصالح ولاية الأمن بمراكش من أجل توفير الأمن للمواطنين ومحاربة الجريمة بشتى أنواعها، إلا أن نقطا سوداء بعدد من أحياء المدينة لا زال سكانها يشتكون جراء عدد من المظاهر الإجرامية وأخرى تخل بالأدب العام والنموذج من جنان العافية بمراكش. فواحد الوقيته ما كانش الامن كاع نهائيا، ولكن دابا ملي كثروا هذوك البوليس ديال الموتير داك السقور وداك الشيء، فهاد الاخر ولاو تيجيو، ولكن هذوك اللي كيسهروا بزاف وتيشربوا وداك الشيء تيتخباو وتيتقنتوا في البلايص وداك الشيء باش ما يشوفوهمش، خصهم يبداو يدخلوا لهاد المناطق هذه اللي تتبان فيها الشجر وداك الشيء الداخل، راه تيكونوا الناس تيكونوا دوك سميتهم السكيريه والمجرمين تيكونوا كيجيو من مناطق اخرى كاع تقريبا وتيجيو تيجلسوا هنا يسكروا. انا راه كاينه الناس دابا ما تيقولوا لهمش راه انا ناقص كذا ولا راه ناقص سميتو، خصهم الناس يخبروا حتى مرة الناس راه ما تيبغوش يخبروا، ما تيبغوش يمشيو يبلغوا، تكون كاع شي 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 كريساج ولا شي حاجه الناس ما تتبلغش. بين هذه الازقه يتجمع متشرد وتنتشر ممارسه مخله بالادب، غياب او ضعف الاناره يساهم في تستر هؤلاء وراء الظلام، وحتى ظهور الامن المتكرر لم يحل دون استمرار الظاهره. الكريساج والمخدرات والخمور أضحت مظاهر يومية اعتادت عليها ساكنة جنة العافية. خاصنا الإنارة في شي بعض المناطق في جنة العافية ما كتوفرش فيها الإنارة، مما كيجعل هذه المنطقة معرضة لمجموعة من سواء السرقة سواء مثلا الكريساج يجيو مثلا الشباب والشابات شي اخرى كاع في ذوك الظليمات وداك الشيء فهمتي. الجانب الامني كاين واحد التقصير شي شويه، يخص الاناره وخص كثر مع كاينين الجرادي هنا وكاين والبوليس حتى هما خصهم يديروا واحد الحملات تنشيطيه، هما كيديروا واحد المجهود ولكن غير كافي. الكثر ان جنان العافيه جا في واحد المنطقه ملتقى الطرق جا ما بين سيديوس ما بين الملاح. أمام هذا الوضع أصبح من اللازم حسب السكان تضافر الجهود من طرف جميع المتدخلين، والأمن ليس إلا حلقة واحدة في سلسلة تحضر فيها السلطات المحلية والمجالس المنتخبة وكذا المجتمع المدني.